تم الإعلان عن ساعات عمل مراكز الفحص المختبر لفيروس كورونا، وذلك خلال إجازة عيد الفطر السعيد، حيث ستكون مواقيت العمل في أول وثاني أيام العيد بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 مساء. أما بالنسبة لمواعيد العمل في ثالث أيام عيد الفطر السعيد بمراكز الفحص في مركز أرض المعارض ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل، فستكون من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. كما تستمر الحملة الوطنية للتطعيم خلال عيد الفطر السعيد، حيث سيتم تقديم التطعيم في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ومجمع ستر التجاري ومستشفى الملك حمد الجامعي في أول وثاني العيد من الساعة 8 صباحا إلى 4 مساء، بينما ستكون خلال ثالث أيام عيد الفطر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء، إضافة إلى المراكز الصحية التي ستقدم خدمات التطعيم في جميع محافظات مملكة البحرين في أول وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 8 صباحا إلى 2 ظهرا.